السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا لعبة تلوين يسموها DIY 3D. يعني شنو؟ يعني تلوين 3D، يعني الشكل 3D وانت تلونه. هذا في الشيء كلش جميل. طبعا هذا الطقم مثل ما تشوفونه يعتوي على طقم ديناصورات متكون من 2 4 6، وعندك الملحقات مالتها، وعندك هذه اللوحة اللي هي قطعة بلاستيك تخلي بيها الألوان على مود تخلط الألوان وتلون براحتك. سعر القطعة $2.10. شوفوها شلون، هذه الالوان تخليها بهذه، بعدين تلون بهالطريقه حتى يصير عندك ديناصورات ملونه. فالشيء كله جميل يستمتع به الطفل. سعر الطقم هذا كله $2.10. الكرتون يحتوي على 48 قطعه، اقل كميه تاخذ 5 كراتين، لكن العرض اني مستمر. اللي ياخذ مجموعه من هاي الالعاب اللي عندي ممكن ياخذ 3 كراتين 3 كراتين. اللي يريد يشكل بخدمتكم ياخذ 3 كراتين 3 كراتين، اي شيء عجبه ياخذ 3 كراتين، لكن اللي ياخذ من نوع واحد شكل واحد موديل واحد ياخذ 5 كراتين. يعني اذا تريد بس هذا نعطيك 5 كراتين، بس اذا تريد الشكل تشكيله تاخذ ممكن 3 كراتين. فشيء كلش جميل. العلبه مالته حلوه، والشكل مالته التفاصيل مالته كلش واضحه مثل ما تشوفون. هاي بيضه وهاي الالوان مالته، بضاعة جميلة. وطبعا كل بضاعتنا تحتوي على شهادة، شوفوها، يعني ممكن تدخل حتى الدول الاوروبية او اي دولة، ماكو اي مشكلة. شايفين؟ الف خير ان شاء الله مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله.